سلام، واضحة صح؟ ايش هذا؟ نون. هذه المرة بدخل على نون وبتسوق معاكم، بس كله حيكون تصوير شاشة، ما حصور فيديو ثاني. استفيدوا من كود الخصم وشوف الشروحات كلها. تسوي سكيب. امك ما لها دخل صح؟ امك الله يحفظها ويطول بعمرها. اديك كف. حمل التطبيق، ارفع الشاشة فوق، اللي هو محمل التطبيق يرفع التطبيق، حمل الشاشة. تدخل على ابلكيشن نون، راح تفتح هذه الصفحه الرئيسيه. من زمان الى الان نون مستمره بالعروض من 10 الى 80%. هذه الخصومات، الاقسام الموجوده في نون: جوالات، الكترونيات، اجهزه منزليه، الازياء، البيت، العطور، مستحضرات التجميل، كل حاجه تحتاجونها راح تلاقونها في نون. انت مثال ما تبغى تتعب وتقعد في نون تدور ساعتين على شيء انت تبغاه. بعد هذه السنابه بحط لكم كل قسم برابط خاص فيه. مثال انت امي الله يحفظك ويطول بعمرك تحتاج الاواني المنزليه واشياء المطبخ والاشياء دي، بحط لك رابط خاص صفحه تدخليها فيها كل شيء تحتاجيه بالعروض القويه وغيره. انت يا بنت تحتاج الميك اب وهذه الاشياء وما فيك حل تقعد تدور او شيء، بحط لك رابط خاص بهذه الاشياء والعروض القويه. انت رجال وتحتاج ان عطر عشان ريحتك تكون حلوه، لانه صراحه مع الشمس حق جده وكذا صارت ريحتك مره لا، تحتاج عطور وغيره، بحط لك صفحة خاصة بالعطور والعروض القوية، وتقدر تستخدم كود الخصم على كل حاجة. كود الخصم يا جماعة الخير برو بالعربي أو الإنجليزي، تقدر تستخدمه في كل المنتجات اللي موجودة في نون. اللي حابب إنه يدخل هذه الصفحة ويتصفح ويشوف الأشياء اللي مرة حلوة والأسعار اللي تناسبه يرفع الشاشة لفوق ويدخل. طبعا أول ما تدخل يا جماعة الخير هذه الصفحة فيها العروض مرة قوية، غير إنها مرة قوية بعطيكم مثال شلون تستخدمون كود الخصم. إذا افترضنا إنه ناخذ آلة صنع الإسبريسو هذه، سعرها قبل الخصم ب 499 ريال، صارت بعد الخصم 221. طيب نضيفها إلى العربة نسوي إتمام الشراء. أول حاجة حلوة التوصيل حلو، التوصيل صار مجاني تمام. نضيف كود الخصم اللي هو برو، نشوف كم بيصير، كمان صارت ب 199 ريال. وهذه الصفحة كمان خاصة لمحبين العطور. أول حاجة هنا راح تدخلوا تلاقوا كل الماركات موجودة تمام. غير أنه كل الماركات موجودة فيها هذه العطور، ركزوا فيها عطور نية. هذه العطور لمحبين الروائح الشرقية، رائحة المسك والعنبر الزهور. هذه العطور تنفع للرجال والنساء، رائحتها طول وكمان أسعارها مرة حلوة، يعني 39 ريال. شو بدك أكثر من هيك؟ ارفع الشاشة فوق وشوف الأسعار، تقدروا تستخدم كود الخصم على كل العطور. ايوه صح، اللي يحب الالكترونيات بالنسبه للساعات والسماعات والالعاب والاشياء هذه، ارفع الشاشه لفوق ويدخل على هذه الصفحه، راح تلاقي ان شاء الله الشيء اللي يناسبك وباسعار مره حلوه. طبعا يا جماعه الخير ابغى انتبه لحاجه واحده، شفتها في نون قبل شويه، شايفين السماعه دي صح؟ اللي قاعد تستخدمها سماعه ابل معروفه. هذه السماعه موصليه ومو ابل، هذه شركه جيروم. اول حاجه استخدامها زي ايفون بالضبط، شاحنها ايفون، صوت، كل حاجه. انا رحت شارع فلسطين واشتريتها ومسوي نفسي مره واو، يعني حاذق ما اطلع فلوس كثيره. رحت شارع فلسطين وقال لي الرجال ب 150، لا وما ادري ايش ما ادري ايش، من هنا خذيتها ب 230 ريال. دخلت قبل شويه على نون ولقيتها ب 120 بدون ما احط كود الخصم، يعني لما احط كود الخصم راح تكون اقل. بعد هذه السنابة بحط لكم الصفحة والرابط اللي خاص بالسماعات اللي موجودة في نون. أصناف مرة كثيرة وأنواع مرة كثيرة، تبغى غالي موجود غالي، تبغى النوع الرخيص موجود النوع الرخيص، تبغى الشيء اللي مرة عرضه قوي يعني أرخص من برا بكثير زي الجحفل ده هنا. والله العظيم أنا زعلان إنه أنا مشتري هذه ب 230 وأنا رايح بنفسي بسيارتي لين السوق وتعبان وكذا واشتريها ب 230 وفي نون ب 120 ويجيبها للبيت، واقدر كمان احط كود خصم وينزل السعر اكثر. والله يا جماعه بعيدا عن الاعلان انا تفاجات. اول ما ترفع الشاشه راح تطلع لكم هذه الصفحه، فيها جميع السماعات اللي تبغونها، سواء كانت ابو اسلاك او بلاي ستيشن او الجوال او البلوتوث او اي حاجه تحتاجونها راح تلاقونها بهذه الصفحه. لا تنسوا كود الخصم. المهم يا اخوان اي حاجه بالنسبه لنون، التوصيل سريع مضمون، خدمه الدفع عند السلم موجوده، تقدر تدفع عن طريق الصراف الراجحي راح يجيك خصم 15%، تقدر كمان تسترجع الشيء اللي ما يناسبك، الطريقة سهلة جدا، كل حاجة ميسرة في نون.
بالتوفيق للجميع. لا تشيل هم، طلعت سوق وزحمة وقروشة، تحتاج شيء وانت قاعد في بيتك اطلبه من نون، يجيك المندوب لين البيت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.